شعب نعيشه بالمقلوب. نحن تجا عندنا كسكروت في تونس، كسكروت يعني ساندويتش اسمه مقلوب. نحن الشعب مقلوب، شعب مثلا تونسي يبدا نهار كامل يستنى فيك، انت تجي يقول لك جيت. عرفت الشعب الوحيد نحن ما نعرفش في المغرب ولا انت تبدا راقد امك تقاومك في الليل تقول لك راقد. قلت لها لا امي مت نكلم فيك من الجنه. وقلت نحن مقلوبين لكن في ليبيا مقلوبين اكثر منا. قلت في ليبيا مقلوبين اكثر منا. قلت لهم في ليبيا بعد ما قتلوا القذافي حكاوا معاه. شفت هالفيديو انت وقت قتلوا القذافي حطوه على حشيره وبعد شعب كامل كله كلب قذافي. تكلم تو بالله نقطه مرتان خذ لي صوره تذكاريه مع القذافي اضحك يا شبشوب.